عايز اكلمك عن طريقه جديده في التزوير بيتبعها النظام خلال السنوات اللي فاتت. ايام مبارك كان في حاجه اسمها التزوير والورقه الدواره وتقفيل اللجان. يمكن الناس اللي حضرت الانتخابات في عهد مبارك عارفه الكلام ده كويس، بيقفل اللجنه ويعمل حاجه اسمها ورقه دواره ومحدش هيخش، ويطلع مرشح الحزب الوطني ناجح مش عارف بنسبه كام في الميه واخد كام من الاصوات. لكن دلوقتي بقى في تزوير بشكل خاص اللي هو ما يسمى بالقائمه الدواره ونظام المحاصصه ونظام الكوتا الانتخابيه ما قبل الترشيح. ده اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي ونظامه خلال الانتخابات اللي فاتت. مش من حق اي حد يترشح، واللي هيترشح احنا اللي هنقول له اترشح، احنا اللي هنتصل على فلان وفلان وفلان المنتمين واللي معروف بطبيعه الحال انتماءاتهم ونقول لهم اترشح، ومش هنخلي حد يترشح قدامهم. وبعد كده المواطن المصري راح ادى صوته، ما اداش صوته، موافق مش موافق، خبط دماغه في الحيطه، كده كده رجالتنا هينجحوا، وكده كده القايمه اللي احنا عملناها هتنجح. وده بينطبق على قايمه اسمها القايمه الوطنيه من اجل مصر. انا بس عايز اقرا معاك كده الاحزاب اللي موجوده جوه هذه القايمه اللي من اجل مصر. اي حاجه كده فيها مصر يبقى هي الايه؟ هي الوطنيه بغض النظر عن مين بيمثلها. القايمه فيها حزب الوفد، حزب التجمع، والمصري الديمقراطي، ومستقبل وطن، وحط 7-8 خطوط على مستقبل وطن، العداله والتنميه، حزب المؤتمر، وحزب الحركه المصريه، وكلها طبعا احزاب كرتونيه كلها بس بتغلف حاجه اسمها حزب مستقبل وطن، الحزب بتاع المخابرات، الحزب بتاع السيسي، الحزب القائم على فلول الحزب الوطني الديمقراطي، وشويه رجال اعمال وهم الموعودين ان هم يحصلوا على اغلبيه في مجلس الشيوخ. عايز اعرض لكم صور يمكن تم تصويرها النهارده قبل ساعات لعزومه في المنوفيه. صور اللي قدام حضراتكم دي مش من فندق شيراتون ولا هيلتون ولا مش عارف منين. الصور دي زي ما هو ظاهر في الخلفيه، لا ارجع لي على الصوره اللي قبلها كده ضياء. ايوه الصوره دي ظاهر في ورا خالص لوجو حزب مستقبل وطن. حزب مستقبل وطن النهارده كان عامل مؤتمر انتخابي. مؤتمر انتخابي، لكن عشان هم بهوات واصحاب البلد مش هيعمل مؤتمر في شادر ويجيب فراشه عمك عوض الفراش وميكروفون بيصفر، لا ده عمل لهم المؤتمر في قاعه وجايب لهم حمام. ايوه وقف لي على الصوره دي شويه ضياء. جايب لهم حمام وهباط ووز ونعام عشان الناس تروح تنتخب وهي شبعان، في دولة عندها مصايب ومشاكل، ودولة الأطباء بيموتوا في المستشفيات عشان مش لاقيين كمامة ولا لاقيين جوانتي ولا لاقيين مطهر. حزب الدولة وحزب النظام وحزب المخابرات بيعمل مؤتمر انتخابي وبيأكل الناس اللي في المؤتمر. بالله عليك شوف الصور اللي تحرق الدم، الصور اللي يجيب لك جلطة. ده في مؤتمر انتخابي مش في فرح بنت العمدة ولا فطهور ابن الوزير. الشيف بصراحة